أيضا الزملاء في رحلة البحث دوما على التقارير في مختلف الأندية تواجدوا هناك في فارس الدهناء الاتفاق، ورصدوا بعض التدريبات ولقاءات مع عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد السدعان والكابتن يوسف السالم. الحدث الأهم في الأيام الأخيرة سواء في انتقال أو تجديد وبقاء مع الاتفاق، نشاهد. لا يمكن أنها تأتي بلاعب من دون علم المدرب أو من دون استشارة المدرب. طبعا من الطبيعي أنه في فترة الانتقالات أو عند تغيير أحد اللاعبين يتم عرض أسماء، وبرنس كان من مجموعة أسماء تواردت أشياء كثيرة، لكن عموما هذا كله سواء كان في عذرة القلب أو لا قدر الله في أي مكان آخر في جسمه، لو كان في أي شيء حيبان مع الفحص الطبي. لا يعني تفاؤلوا بالخير تجدوه، احنا ما راح ندخل في هذه المواضيع الآن، والمدرب اطلع على تسجيلات للاعب قبل وصوله، وإن شاء الله الأمور تسير في المسار الصحيح. ثقة تامة، الاتفاق له سياسة معينة في تجديده مع اللاعبين. إذا كان مطلب يوسف يتوافق مع إدارة الاتفاق من الطبيعي جدا أنه حيوصل للرقم هذا وحينهى التعاقد معه. أكيد إدارة النادي متكفلة في هذا الموضوع. والله لا، ما هو كل ما يثار في الإعلام صحيح، ولو بحثنا عن المعلومة من مصدرها من النادي أو حتى يعني أنا ما أتذكر أن حمد طلع وقال أي شيء في الإعلام، ولكن حمد اتفاقي إن شاء الله يعود بالسلامة. حمد الآن المفروض أنه من رجع من قطر عنده مدة راحة لمدة أسبوعين، بعدها يخش علاج طبيعي وإن شاء الله يكون بأكمل حال في الفترة القادمة ويكون في جاهزيتها في المعسكر بإذن الله. لا بالعكس، شيء ماضي وراح، والمرة راحت بخيرها وشرها. قدامنا الشيء الأهم اللي هو الدوري، وعندنا في ثلاث مسابقات اللي هي الدوري وكأس الملك وكأس آسيا، عندنا شيء الأهم، وإن شاء الله يعني نرجع بثلاث نقاط وفرح جمهورنا بالخروجنا بمويل أحد قدام الوحدة. والله أنا بالنسبة لعروض وعقدي لسه أنا ما زلت لاعب اتفاقي وما في شيء جديد، وأي في أي شيء في خصوص عقدي وكيل أعمالي أحمد قرون هو يكلمني أول بأول إذا في عرض إذا في شيء. لا والله انا سمعت من الصحف وسمعت من عن طريق الوسائل الاعلام ان يوسف بقى الهلال، ولكن بالعكس يعني نادي الهلال نادي كبير كإلى اي لاعب يتمنى يلعب في نادي الهلال، ولكن ما زلت انا لاعب اتفاقي واخذ من نادي الاتفاق لاخر يوم في عقدي. اكيد انا في البدايه قلت اني انا مرتاح في الاتفاق، وبالعكس يعني حتى لو مثلا نادي زاد عن الاتفاق بجزء بسيط الاولويه للاتفاق، يعني انا قلت في البدايه اني حتنازل لو جزء من المبلغ اني اجلس في الاتفاق، ولكن ان شاء الله يعني ندرس العروض ان شاء الله ولكل حديث حديث ان شاء الله. No, I know this player from Europe. هو الحقيقه بيعرف اللاعب، شاهد بعض المباريات في اوروبا وحاب هلا هنا يختبره يشوف اذا كان بعد في عنده شيء امور صحيه ولا شيء عنده ولا ما بيعرف، بس هو جاب يختبره هنا. And of course we need this player. طبعا بلا شك يوسف لعب ممتاز ولعب احنا بحاجه له للفريق والفريق يريده وهو كذلك النادي. Yes of course. يعني بلا شك هو عنده بعض اللاعبين شاف بعض اختارهم بعض المباريات عنده اياهم، في بعض ابرار الاداره عندها بعض لاعبين ملاحظات اختارهم، شوف بين هو الاحسن باختبار معه وبين الافضل هو الباقي. I need some time to making good decision to choose best player for it. عودة من جديد دكتور، الاتفاق يقدم مستويات تارة تلقاه الاتفاق اللي ينعشك ويذكرك بأيام زمان، وتارة تشوفه تقول في مشكلة في الاتفاق، وين الاتفاق؟ والله أنا يعني صحيح كلامك صحيح، يعني بجد الاتفاق غريب، يعني مباريات يقدم لك مستويات عالية جدا وكأن الفريق هو بطل الدوري، وبعض المباريات تشاهد فريق ضعيف جدا لا على مستوى الروح ولا على مستوى التنظيم داخل أرض الملعب، رغم أنه يعني فيه الآن يعني أداء فني جيد وفي عناصر، يعني على مستوى العناصر الاتفاق لديه لاعبين على مستوى عالي جدا. أنا الآن يعني ربما يمكن الثنائي البرقان وأحمد كانوا في محور الارتكاز ربما أفضل اثنين الآن يقدمون أداء لاعب الارتكاز الحقيقي اللي يساند ظهيري الجنب ويغطي العمق الدفاعي بشكل مثالي، التناغم اللي بينهم ممتاز جدا. على صناعة اللعب مثلا يحيى الشهري مثلا لاعب صانع العاب على مستوى عالي، يوسف السالم الآن في شكوك في استمراريته من عدمها، يعني يوسف السالم هداف كبير جدا
كانت التهديفية عليه. لو انتقل من الاتفاق بيكون بالنسبة للاتفاق يعني خسارة كبيرة جدا، من الصعب تعويض يوسف السالم الهداف اللي فعلا من أنصاف الفرص يسجل. حتى لو كان بخطوة البرنس، البرنس لاعب يعني ليس يعني امكاناته ليس يعني اداءه يعني اداءه ليس تركيبة يوسف السالم يختلف عن يوسف السالم. يوسف السالم لاعب اللمسه الاخيره، البرنس هو لاعب السرعه، هل هو ما زال في الفراغات اللي خلف الظهيري الجنب السرعه اللي ياخذها الفراغات خاصه عندما يطبق الاتفاق الكره المرتده السريعه، لكن هل هو لا زال بنفس السرعه بنفس القوه بنفس الاداء؟ هل هو صحيا جاهز؟ يوسف السالم خسارة، وأي نادي بينتقل يوسف السالم لا شك أنه مكسب، لاعب هداف. الاتفاق فعلا قضية التنظيم في وسط الميدان يعني تحملها المدرب لا شك، لكن اللاعبين إذا شفت التفاوت والتباين في الأداء بين مباراة ومباراة يجب أن تعود للاعبين. هل هي قضية عدم انضباط؟ هل هي عدم روح؟ هل في مشاكل إدارية تؤثر على أعطائهم في الملعب؟ كلها يعني علامات استفهام يجب أن تطرح دائما. هلال القريت، هل هو لا زال السؤال الذي يطرح دائما ويتزامن مع كل ما يقدم الهلال، أم أن مرحلة تكون باريه تستحق الوقوف والانتظار لما سيقدمه هذا المدرب بعد ظهور مستوى فني عالي من الهلال؟ مع احترامي طبعا لكل ما يقدم في الهلال، الأداء غير مقنع، في تباين في الأداء واضح، مباريات تشاهد الهلال في القمة ومباراة تشاهد الهلال وكأنه فريق درجة ثالثة، لاعبين لا يقدمون الروح كما يجب على مستوى العناصر كأسماء على الورق أسماء مهمة وجيدة وإمكاناتها الفنية عالية، لكن على أرض الواقع وعلى الملعب يعني حتى من احتفى كثيرا بالهلال أمام الفتح أنا في رأيي أنه لم يقدم يعني ليس لم يكن مقنعا في الملعب. الأخطاء في التمرير، الأنانية في الأداء، يعني عندما تشاهد أنانية في الملعب ومحاورة مستمرة من اللاعبين فتأكد أن ليس هناك بصمة مدرب على أرض الواقع، رغم أنه في بعض المباريات تشاهد تدخلات جيدة من المدرب، لكن في بعض التدخلات تشاهد على تضع علامة استفهام كبيرة. يعني سبيل مثال خلنا نأخذ مثال مباراة الفتح قريبة من المشاهدين وشافوها قبل يعني أمس، تغيير ماجد المرشدي، ما لا أدري ماذا يريد المدرب بتغيير ماجد المرشدي في الدقائق الأخيرة من المباراة، يسحب وسلي ويشرك ماجد المرشدي، تغيير طبعا إن قلت تغيير خواف قلت خواف، إن قلت تغيير غريب قلت غريب، يعني الفريق كان بالامكان يشرك يعني ما فيها اي ايجابيه، ما فيها اي ايجابيه، لان فريق الفتح لم يكن يحافظ يقفل على مرمى اي، لكن يعني بل بالعكس هو اصاب الفريق بربكه يعني ربما الزوري ذهب جهه اليسار قليلا حتى يغطي وياسر الشهراني قام بوسط الميدان، كان التغيير واضح ممكن يكون وسلي بديل له الشلهوب او بديل له سالم سلمان الفرج. ما ابغى ادخل بشكل فني، لكن الهلال عنده لاعبين يستطيعون انه مل اي جبهه مثل ياسر الشهراني بالتغيير هذا يتحول وسط تغيير يسار وزوري ظهير ايسر وانتهى الموضوع صاحب مشعل. لكن تغيير تركيبه الدفاع في جزء من المباراه خطا، لان العمق الدفاعي ولاعب الارتكاز اذا كان الفريق جيد ويكسب المباراه فالتغييرات يجب ان تكون في وسط المتقدم وفي المهاجمين. هو عمل ربكة، الفريق في رتم معين، مدافعين منتظمين في أدائهم ممكن تعطيهم توجيهات أنه ظهري الجنب لا يقوم بأدوار هجومية، لازلت أعضاء علامة استفهام كبيرة صراحة في عدم إشراك محمد الشلهوب. محمد الشلهوب هو صانع الألعاب، ربما يكون الأميز الآن لا زال على مستوى المملكة اللي هو فعلا صاحب اللمسة التسجيل من الكرات الثابتة بعيد عن الملعب، ربما يكون بحجة كبر السن، أنا بتصور لا زال الشلهوب أمامه 4-5 مواسم لأنه يلعب بعقل أكثر من المجهود البدني، ومثل محمد الشلهوب يجب أن يكون في الميدان من أجل التمرير من أجل التواجد خلف المهاجمين التسجيل، وقبل موسمين شاهدنا مع أجلس يصنع ويسجل نسبة عالية من التسجيل. جميل. ما 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 فقط محمد الشلهوب، ما يتعرض له محمد الشلهوب الآن من قبل المدرب الهلال أتصور أنه ليس في مصلحة الهلال. طيب ابو محمد، الهلال هل يستحق ان نقول انه الهلال لم يظهر كل ما عنده ام ان الهلال يسير في طريق متقدم وبات يقدم مستوياته بعد العوده من الاسيويه ووصول الصداره ثم خساره الفتح والان يتاهل في كاس ولي العهد وبالتالي الهلال يعود من مجددا ويظهر كل ما لديه؟ ربما على 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 صعيد النتائج الان ومنافسته على دوري الزين وتصدره تاره وتصدر الفتح تاره اخرى وفارق النقط قليل ووصوله الان لدور الاربعه حسابيا قد تقول الفريق في وضع ممتاز، لكن الكلام اللي قاله ابو وليد طبعا ما ينطبق بس على الهلال. اللي لاحظ الان في موسمنا الحالي انه هناك طبعا تحدثنا عن الاتفاق وقلنا
ما هو الاتفاق اللي نعرف. تحدثنا صحيح. على الأهلي، تحدثنا على الاتحاد، تحدثنا على الشباب، حتى ونحن أيضا نفرح بعودة النصر، بس برضو ننتظر من النصر الشيء الكثير. فبالتالي ربما الفريق الوحيد اللي يستحق الاحتفاء ويستحق الاحترام حتى وهو يغادر كأس ولي العهد هو الفتح صحيح. على مستوى الدوري، ربما هو الفريق الثابت اللي بيقدم نفسه بشكل مختلف، سواء من خلال طبعا أداء وانضباط تكتيكي وبقيادة فتح الجبال. لكن بالنسبة للهلال الآن، عندما تحدث عن الهلال طبعا تحدث أبو وليد بواقعية طبعا مدرب يملك القدرة على تفنيد الأشياء، وهو بيتكلم عن التفاصيل داخل الفريق. الاتفاق للهلال نتائجيا ربما يكون مقنع للمدرج، لكن على الصعيد الميدان الأمثال أبو وليد طبعا الضريعين في هذا الجانب ما مقنع. أنا بالنسبة لي الهلال لحد الهلال غايب، يعني الهلال ما زال يواصل غيابه على المستويات الجيدة صحيح. لكن بشكل عام لابد أن نعترف أنه هذا الموسم للأسف الشديد موسم متراجع على كافة الصعد، يعني ما هناك فريق يملى العين باستثناء الفتح. وبالتالي يفترض أننا عندما نتحدث عن الفرق ونتحدث عنها بهذه الطريقة بالورقة والقلم يحكمنا أيضا هناك أرقام، الأرقام الهلال في الضوء، بالأرقام الهلال هو إلى جانب الفتح في الدوري أفضل الفرق، لكن على صعيد المستوى زي ما قال لك أبو وليد كله محصل بعضه على ما يقوله. لكن ما نتمنى إن شاء الله إحنا بعد دورة الخليج وبعد أيضا تستعيد الأنفاس شوي الأندية للانتقالات طبعا الشتوية أن يكون هناك تحسن طبعا في النتائج، وخاصة وإن طبعا الفترة ستشهد أيضا التنافس شرس، هناك أهل القمة والباحثين عنها سيتصارعوا من أجل التمسك بها، وهناك أيضا الفرق الوسط، وهناك أيضا الفرق الباحثة عن البقاء. بالنسبة للاتفاق أنت تحدثتم عنه وقال التقرير عنه كلام جميل. الاتفاق حقيقة هو بيعاني بسبب وضع نحن كلنا نعرفه، لاعبين الاتفاق مطلب كل الأندية، لا حمد الحمد ولا السالم ولا والمفاوضات ربما أشغلت اللاعبين عن واقعهم. وتعرف عندنا في دوري زين وفي الدوري السعودي للأسف الشديد من حق أي رئيس نادي أو وكيل أعمال أنه يبدأ في الترويج اللاعبين طبعا في أي فترة في وقت كان يفترض أنه يقول النظام طبعا على مستوى عالي أنه ما يكون هناك مفاوضات في هذه الفترة بالذات. لكن اللي بيحدث الاتفاق الآن ثق تماما أنه نتيجة مفاوضات طبعا من بعض الأندية، مفاوضات أيضا أو تسريبات من وكلاء أعمالهم هي اللي أثرت على أداء اللاعبين، وهذه النقطة يفترض أيضا أن ننتبه لها وأن نراقبها حتى لا يتحول مثلا عندنا انه مثلا قيمه العقد وده هو الاهم او هو المهم على حساب عطاء اللاعب وعلى حساب ايضا استفاده الفرق منه. فهذه نقطه حقيقه انا مستغرب ان اداره الاتفاق وهي قريبه من لاعبينها وهي قريبه ايضا من عقودهم ما تنبه لهذه النقطه بالذات. السالم لن يقول اكثر مما قال اني مستعد ان يستمر في الاتفاق، لكن في المقابل نحن نعرف المفاوضات مع اكثر من نادي طبعا، اشياء معلنه واشياء غير معلنه. انا ما اتمنى انه يكون هناك ضبط لهذا الموضوع، المفاوضات لها وقت واللعب لها حتى لا تؤثر على اللعب مع طاو في فريق. اما ان اتي في خضم منافسات مهمه وموسم مهم واشتغل على المفاوضات هذا يضر باللاعب ويضر ايضا بالمنافسه. صحيح. طيب خليني اطلع فاصل قصير وشاهد بعد الفاصل ما فيه بعد هذا الفاصل. نجم ربع النهائي يظهر في لقاء الكلاسيكو. والملعب يختار أجمل الأهداف في دوري الثمانية.